نرجع مستمعين الكرام ونمشي مباشرة لقرارات اللي اتخذها سيد رئيس الحكومة منذ قليل على المباشر في القناة الوطنية الأولى. دونك عاشوا محاطين مباشر يقول لي فما ديكالاج دو سون. المهم القرارات اللي تم اتخاذها هي: واحد، غلق الحدود البحرية والجوية بالنسبة لإيطاليا، رحلة واحدة لفرنسا، معناها تنعلق عليهم بعد تباعا، رحلة واحدة أسبوعيا لكل من مصر وألمانيا، إلغاء كل التجمعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلغاء المقاهي والملاهي بداية من الرابعة مساء إلى السابعة صباحا، المباريات الكروية بدون جمهور، إغلاق المحاضن والمدارس والمدارس الأجنبية، إلغاء صلاة الجماعة. به هما ثمانية نقاط. خلينا نحكيه شوية ونشوفوا ساعة تعليق قبل كل شيء. فما صفحة موظفي وزارة الثقافة علقت على بعض النقاط هذه، قالوا له بخصوص الموظفين هناك مشكلة، الموظفين الآباء ايش يعملوا في صغارهم بما أن روز الأطفال والمحاضن باش تسكر، يخليهم وحدهم ولا يهزوهم للعمل باش يزيدوا يمرضوا. دونك هذا تعليق على الطاير. غلق الحدود البحرية والجوية بالنسبة لإيطاليا متفاهمين فيه، لأنه إيطاليا ولات أن فوي دانفيكسيون، تقريبا ثاني أكبر فوي في العالم بعد الصين. رحلة واحدة لفرنسا، اش معناها رحلة واحدة؟ مو باش يجيو ناس، مو باش يمشيو ناس. هنا المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للناس القادمين من فرنسا ولا لماشين لفرنسا. ثلاثة، رحلة واحدة أسبوعيا لكل من مصر وألمانيا. مصر وألمانيا زاد فيهم المرض هذا، الوباء هذا فيهم، وفيهم بشكل محترم، معناها موجود. رحلة واحدة أسبوعيا، إلغاء كل التجمعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، متفاهمين فيه. إلغاء المقاهي والملاهي بداية من الرابعة مساء إلى السابعة صباحا. علاش المرض ما يتعداش مثلا قبل الأربعة متاع الصباح، مثلا قبل الأربعة متاع العشية، ما نعرفش. المباريات الكروية بدون جمهور، متفاهمين فيه، وهذا قرار وجب اتخاذه فعلا. إغلاق المحاضن والمدارس والمدارس الأجنبية، وإلغاء صلاة الجماعة. هنا إلغاء المحاضن والمدارس والمدارس الأجنبية، اسكو لي فاكولتي سون معناتها كونسيرني ولا لي ليسي سون كونسيرني ولا لي كوليج سون كونسيرني ولا ديجا فاكونس؟ بخلاف الفاكونس، معناها القرار هذا يشمل ذكر 3 ابريل. أي. القرار اي هو دونك. من نحن نرجع من الفاكونس 31 مارس باش تقعد لك جوست 4 ايام. بالنسبه ماهيش مشكله الجامعات ومشكله في الليسيات والمدارس، ولكن فما اشكاليه بسيطه، واليوم وزاره التربيه خذت قرار جديد. شوف فما عندك راتراباج بالنسبه للبكالوريا، ما نعرفش كيف وزاره التربيه باش تتعامل مع الموضوع هذا. فما الحصه نتاع التدارك خاصه الجماعة البكالوريا والنوفيام والسيزيام، نعرف احنا عندنا ترو كونكور انترناسيونو ناسيونال بلوتو. عندك انت فما برشا تلامذه اللي ما عداوش الاكزامانات، وزاره التربيه قالت لهم يلزمكم بار فورس باش ترجعوا تعديوا الامتحانات نتاعكم في الاسبوع هذا. بون نتصور ان وزاره التربيه باش تلغي كل القرارات السابقه وباش تعاود بعد 3 ابريل. ولكن السؤال الهام لهنا يا عبد السلام، اذا تطورت الحاله بطبيعه الحال نقول ان شاء الله ما تتطورش الحاله، هو قال لك صفه مؤقته حتى 3 ابريل، سوبوزون كو تفشى الوباء، كيفاش باش تعامل خاصه وزاره التربيه اللي انت عندك كونكور ناسيونال اللي هو البكالوريا؟ كيفاش باش تعديه؟ اسكو باش تاخذ من الصيف جايك رمضان، كيفاش الدولة باش تتعامل مع الوباء هذا في رمضان؟ تعرف احنا في رمضان الناس كلها تهبط للسوق، تولي عينتها باش تحوس، الناس كلها تولي تقضي بطريقة مهولة جدا. لا هما بداوا يقضيوا بطريقة مهولة وفرغوا لي جروند سيرفاس ديجا، فما برشا ناس كي العقلية مازالت هذيك نتاع هزوا المقارونة، وقال لك هو معناها في إطار الدعابة الكورونا قضات على المقرونة، أبارامون معناها في بليزيور سيرفاس معناها جروند سيرفاس نرجع هنا جوست ملاحظة بسيطة. مقارنة البارح الناس كل شفنا الخطاب نتاع ايميل ماكرون رئيس الفرنسي، فما من بين النقاط العديده جدا اللي قالها فما حاجه ملحوظه حلوه برشا، اللي هي الناس كل تشد ديارها 70 سنه تشد دارك، الناس كل ما تخدمش، وفما خدمه عن بعد ان شاء الله التوانسه ما يستغلوش الفرصه هذه، الخدمه عن بعد ديجا احنا برشا كركاره في الخدمه، خلي باش تعطيه خدمه عن بعد ما يعملهاش. الحاجه اللي من بعدها فما لي سوسيتي بريفي اللي يضطروا الخدامه نتاعهم ما يخدموش. لهنا وزارة المالية باش تعفي كل الشركاء خاصة البريفي من لي تاكس ومن لي زامبو على الفترة المحددة هذه. نتصور وزارة التجارة يلزمها تتعامل بالمثل، خاصة تحب ولا تكره، أنت كان باش تسكر لي القهوة حتى كذا نتاع العشية والملاهي والتجمعات لهنا
القهوه كيفاش باش تخدم، شنو الموارد نتاعها بطبيعه الحال باش تضعف. ان شاء الله وزاره التجاره تتعامل مع المستوى هذايا وتطيح شويه من ليزامبو، ولا حتى ان بروندر ان كونسيديراسيون الاجراءات هذه. بالنسبه للقرارات ان جينيرال هو خطاب نجم نقول عليه وليد اللحظه، هو خطاب فما برشا طبعا نشوف احنا في التعليقات وفي رميزور مع المراسله اللي صارت، خطاب نتاع قائد حرب. نحن هنا بالحق نجم نقولوا هو قائد حرب، علاش؟ خاطر احنا حرب على الكورونا، وخاصه نحب ناكد على الكلمه الثانيه، هو حرب على الوعي نتاع التونسي. راهو التونسي ما يعرفش اش معناها ازمه، راهو ما يعرفش يتعامل مع الازمات، راهو عندنا مشكله كبيره في اداره الازمات. يلزمنا حاله وعي حقيقيه مصطفى، خاصه في الازمه هذه. باهي سيوسي خليك تعليق. خليك الكلمه. باهي حاله وعي. حاله وعي باش نوصل لها. شوف اليوم ما ننساوش التوقيت نتاع الازمه هذه جات مع بدايه عمل الحكومه، يعني مازالوا كيتنصبوا مع اول ممكن اول نهار وزير الصحه، مع اول حاله كورونا، مع 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 ناس جايه، يعني مع التوخير اللي صار في مجلس النواب في يعني تعيين الحكومه هذه والموافقه عليها و و و اليوم اول حاجة لقات روحها قدامها الحكومة هذه هي وباء عالمي فيروس إذا ما باش تتصدى له، يعني أبار الأزمة الاقتصادية وكل شيء، كما قلت أنت لقات روحها في حالة حرب ضد وباء عالمي. دونك هذوما قرارات ما نجموش نقولوا راهو قرارات تخذوا باش تاخذوا تدريجيا، نتصور انت وتطور الحالة، يعني هذوما أول قرارات، باش يجيو قرارات أخرين ثم باش يجيو قرارات أخرين. حالة الوعي متاع المواطن ما نجموش نعملوا عليها برشا، وأنا ديما ندعو إلى تدخل الدولة وفرض هيبة الدولة وهيبة والسلطة وسلطة القانون، خاطر باش تعمل على وعي المواطن وحده. لكم ديريكت ما دخلوا سيد تنبير في الفيسبوك وضحكوا واحد وقالوا القهاوي اللي عنده كافيتيريا يقول لك لا ما حكاوش على الكافيتيريات والاخر كذا، واللي قال لك مالها ليلة لا هيك التونسي مرتبة رائد وكذا، هو باهي هو خليه يوفى التنبير ويقعد في القهاوي والواحد كذا. حب